بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا وفق مضامين الدستور يفتتح جلالة الملك في كل جمعة من أكتوبر، الجمعة الثانية من كل أكتوبر من كل سنة، يعني الدورة التشريعية. هذه السنة طبعا تميزت بخطاب جلالة الملك اللي هو حقيقة خارطة الطريق للسنوات القادمة، وفيه توجيه وفيه إشارات قوية. أولا في الشق المتعلق بالتعاطي ديال المؤسسات الدستورية المغربية، وتعاطي المجتمع المغربي، وتعاطي القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها مع أزمة أو كارثة الزلزال التي تحولت من ألم حقيقي إلى يعني واحد رؤية من أجل إعادة إعمار وإسكان والحفاظ على كل كرامة المواطنات والمواطنين في الأقاليم الخمس اللي تعرضت للزلزال. أيضا شيخ آخر بالأهمية مكان هو التذكير بالقيام، والقيام للثوابت المغربية كلها، يعني منذ أن كانت المملكة المغربية وفي الدساتير المتعاقبة إلى الدستور 2011 كتحط عليها وكتذكر بها، حيث أن جلالة الملك وقف عند هذه المستويات. لكن ما كان قوي جدا هو الشق المتعلق بورش إصلاح مدونة الأسرة، حيث أن جلالة الملك أكد مرتين أو ثلاث مرات على أهمية الأسرة في هذا الورش ديال الإصلاح ديال المدونة. فاش كنقول الأسرة يعني الأب والأم والأطفال، بمعنى هذا المثلث أساسي في علاقته مع كل إصلاح اللي يمكن يستهدف ويمشي في الاتجاه ديال أنه المغرب هذا الاستثناء ديالو تكون مدونة اللي كتستجب لطموحات الأسرة بشكل عام. ايضا الاهم اللي جاء في الخطاب الملكي وكان قوي هو هذا الملف الاجتماعي، حيث انه الورش الملكي المتعلق بالحمايه الاجتماعيه في الشق المتعلق بالتعويضات التي تعطى للمواطنات والمواطنين الذين يستحقونها، بمعنى منطق الاستحقاق وفق السجل الاجتماعي ووفق هذه البرامج الاجتماعيه اللي كانت مشتته في مجموعه من المشاريع كتجاوز 121 مشروع. الان عاد تجمع، هناك صندوق، هناك غلاف مالي، وهناك استهداف مباشر، واللي فيه مهم هو الدعوة طبعا للحكومة باش أنها تسهر على التنفيذ ديالو باش توفر كل ما له علاقة بالحماية ديال الكرامة ديال المواطنات والمواطنين في البعد المتعلق بسكن، تعليم، صحة، وكذلك الاستفادة من الخدمات اللي كتقدمها هذه المؤسسات بغلاف مالي واضح. وفي حد ذاته هذا الخطاب أيضاً تميز وكان فيه واحد الحضور لواحد المؤسستين ماليتين عالميتين كبيرتين اللي هما صندوق النقد الدولي والبنك العالمي باش يحضروا في هذه المؤسسه البرلمانيه، مهم جدا. وكانت يعني اشاره قويه من جلاله الملك على ان النواب البرلمانيين والمستشارين بمعنى البرلمانيين يجب ان يدافعون بقوه على الثوابت الوطنيه وعلى الوحده الترابيه للمملكه في كل المواقع وفي كل المنتديات الدوليه. لماذا؟ لانه هي اولا قضيه عادله، واكثر من هذا هي قضيه كل مغاربه، وما يمكنش يستمر شي جهه من الجهات تتحرش بالمغرب ويمكن يعني تحاول تنال منه. وحنا الجواب ديالنا الحقيقي هو مزيدا من الديمقراطيه، مزيدا من التنميه، مزيدا من كرامه المواطنات والمواطنين، باش يمكن هذه الجبهه الداخليه كل ما هي قويه نزيدو نقويوها باش يمكن نزيدو للقدام في هذه المسيره التنمويه اللي كتحققها بلادنا. شكرا لكم. خطاب ديال جلالة الملك مناسبة ديال افتتاح ديال الدورة التشريعية اللي كانت فيه يعني الخطوط العريضة ديال البرامج الكبرى المهيكلة الاستراتيجية بما فيها إعادة الإعمار للمناطق المتضررة جراء يعني الزلزال اللي تعرضت له بلادنا في الأواني الأخيرة، كذلك الورش الكبير ديال الحماية الاجتماعية اللي ورش مهم واللي غتستافد منه واحد الفئة كبيرة ومهمة، فيها الأطفال اللي في سن مدروس، فيها الشيوخ، فيها يعني فئات اجتماعية لجلالة الملك الله ينصره حتى على الحكومة باش تسرع في التنفيذ ديال الدعم المباشر اللي غتلقاو هاد الفئة، وكذلك المدونة الأسرة اللي الأسرة هي العمود الفقري وهي اللبنة الأساسية ديال المجتمعات، وهذه يعني هذو يعني الخطوط العريضة والكبرى ديال اللي جات في الخطاب ديال جلالة الملك.
الخطاب الملكي تناول يعني الزلزال، مأساة الزلزال التي ضربت المغرب، ويعني ضرورة تدخل أو استمرار تدخل الحكومة من أجل مساعدة المواطنين، من أجل إعادة الإعمار، لأن هذا يعني فيه يعني تعني بأن توجه من أجل المساندات والساكنة، وكذلك يعني مساندتها فيما يخص إعادة الإعمار إلى غير ذلك. وعرج صاحب الجلالة على مسألة يعني إصلاح المدونة، أن مصلح المدونة يعني في إصلاح لأحوال المرأة، جزء من المجتمع يعني يجب أن تكون له حقوقه مضمونة في مغرب اليوم، في مغرب 21. لهذا فيعني يجب أن يكون هذا الإصلاح في إطار توافق وطني بتحكيم من صاحب الجلالة في هذا الإطار هذا. والمسألة الأخرى هي يعني الورش الحماية الاجتماعية، اللي هو ورش يعني مهيكل، ورش كبير، ورش له يعني أبعاد مستقبلية كبيرة جدا، ويجب استكماله فيما يخص يعني التعويضات العائلية، فيما يخص كذلك استهداف الساكنة. وهذا الاستهداف سوف لن يكون إلا باستكمال السجل الاجتماعي، لأنه هو اللي غادي يعطينا واحد تشريح الوضعية الاجتماعية لكثير من الطبقات الاجتماعية. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.